السلام عليكم ورحمة الله. من يتابع الصحافة العربية هذه الأيام يلاحظ أنها تحفل بالكتابات التي دأبت على التنديد وهجاء الثورات العربية بدعوى أنها أجهضت أحلام الناس ولم تحققها، وأنها أفسدت بأكثر مما أصلحت. وهذه الكتابات بتجد فيما استناد إليه في التنديد بهذه الثورات والتخويف منها وتحذير الناس من مغبة تكرار مثل هذه الأحداث. لا نستطيع أن ننكر أنه بعض الدول العربية لم تكن سعيدة بالثورات العربية ولم تكن مرحبة بما حدث، وتجلى ذلك في ممارسات متعددة تراوحت بين حظر نشر أخبار هذه الثورات في الإعلام المحلي وبين التضييق على الجاليات العربية اللي ينتمي أعضاؤها إلى الدول التي شهدت ثورات خلال السنة الماضية أو السنة وأكثر. وهذا التضييق أخذ أشكالا متعددة، إضافة إلى أنه لم يعد سرا أنه بعض هذه الدول مارس ضغوطا لكي لا تقدم أي معونات أو استثمارات للدول الثورات العربية معاقبة لأنظمتها وشعوبها. أيا كان الدوافع إلى هذا التصرف، سواء كان خشية انتقال شرارات هذه الثورات إلى تلك البلدان أو إلى ارتباطات، أو أنها راجعة إلى ارتباطات خاصة ربطت بين بعض أركان أنظمة تلك الدول وأركان الأنظمة السابقة التي تهاوت في الدول العربية، أو أنه هناك ضغوط وترتيبات معينة أريد بها محاصرة هذه الثورات. لكن الحاصل أنه هناك الآن سيل من الكتابات التي تندد بما جرى في الأقطار العربية والمختلفة والتي شهدت ثورات بطبيعة الحال. ويعني يضرب المثل عادة، أو يتكرر كثيرا ضرب المثل، ما حصل في ليبيا، الفوضى المجتمعية والتشققات التي حدثت في المجتمع واحتمال تقسيم البلد إلى ثلاث ولايات أو إلى ثلاث أقاليم في الدولة، ومساحة قبائل أو إلى ينا على الرصاصات هذه، ونقب في الأونة الأخيرة حالات تزق التي تذكر بلاك، والتي تقع في هذه الكتابات أنها تنسب هذه الممارسات إلى الوضع الراهن وتتجاهل مسؤولية النظام السابق، النظام السابق الذي عمد إلى تدمير بناء المجتمع وتحويل ليبيا من دولة متماسكة إلى مزرعة خاصة للعقيد القذافي وأبنائه الذين توزعت عليهم وحدات الجيش، وأنه كانت الدولة هو العقيد وأسرته. حينما سقط العقيد سقطت الدولة، وأنه خلال 42 سنة من الحكم القاسي والشرير تم تدمير التعليم والصحة والإدارة والمواصلات والمرافق العامة، بحيث أنه سقوط النظام أدى إلى تحويل البلد إلى مجموعة من الأنقاض والمشتبكة والتي لا وغير المؤهلة لإقامة دولة حقيقية متماسكة. والقمع الذي حدث كان من القسوة مما أدى إلى أنه الوطن، أن الليبي العادي لم يعد يشعر أنه ينتمي إلى وطن يستظل به ويحميه.
فكانت النتيجة أنه كل واحد الذي انتمى إلى قبيلته والذي انتمى إلى جهته والذي احتمى بسلاحه، المهم هذا التشرذم الذي حدث في المجتمع هو نتيجة طبيعية للسنوات طويلة تجاوزت 4 عقود من القمع والقهر وتدمير بناء الدولة. من الطبيعي انه بعد سقوط نظام كان بهذه القسوة ما كان ممكنا ان نتوقع للمجتمع ان يخرج منه سليما معافى، وانه يمكن بسرعة إقامة بلد متماسك مستقر في مشروعات التنمية، وخصوصا معلوم ان ليبيا بلد لا تنقصه الموارد لا المادية ولا البشرية، ولكن كان تنقصه الإدارة، ينقصه الحلم الذي احتكره النظام السابق لأكثر من 40 عاما. ولهذا يظل أو يصبح من الظلم ومن العسف أن ينسب الحاصل في ليبيا الآن إلى الثورة الليبية، لأنه من الإنصاف ومن العدل أن يتم رصد طبيعة التركة التي خلفها النظام ومسؤولية هذه التركة أو مسؤولية هذا النظام في المآل الذي انتهى إليه الوضع الليبي. إذا انتقلنا إلى مصر فإن احنا سنشهد مثلا أظن منظر الأوضاع العامة في مصر، سواء الأمن أو سواء الاقتصاد أو خصوصا مثلا في الترشح لرئاسة الجمهورية، سنجد أن احنا كان عندنا 23 مرشح لرئاسة الجمهورية في مصر، تم استبعاد 10 منهم، بقيت 13 واحد. ولكن حين يطالع المرء هذه النماذج التي تقدمت للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية لا يكاد فيه يرى فيها الزعامات التي تشكل إجماعا وطنيا حقيقيا، ولكنه في يعني مع كل احترام للناس الموجودة بطبيعة الحال سواء الذين ذهبوا أو بعض الذين ذهبوا وليس كلهم، أو الذين بقوا أيضا بعضهم وليس كلهم، فلن يجد فيهم تعبيرا حقيقيا عن الزعامات التي تشكل إجماعا وطنيا حقيقيا، ولكنه في يعني مع كل احترام للناس الموجودة بطبيعة الحال سواء الذين ذهبوا أو بعض الذين ذهبوا وليس كلهم، أو الذين بقوا أيضا بعضهم وليس كلهم، فلن يجد فيهم تعبيرا حقيقيا عن مصر الفتية والعافية، هذا البلد الكبير الذي يقود الأمة العربية ويشكل نموذجا للحلم العربي وللرخاء العربي وللتقدم العربي. إذا جاز التعبير فإنه بيصعب أن نجد بين المرشحين حتى الآن من يمكن أن نسميه بلغة السوق مرشحا من الطراز الأول من الفرز الأول، ولكن سنجد أناس من الفرز الثاني أو الثالث أو الرابع، وبالتالي لا نستطيع أنه أنا لا أريد أن أتهم المرشحين، ولكن أقول أنه هؤلاء المرشحين هم إفراز طبيعي لتجربة النظام السابق، أنه في بلد منذ 30 أو 40 سنة يستمر فيه تجريف الحياة السياسية، لا أحزاب حقيقية ولا نقابات ولا منظمات مجتمع مدني حقيقية يمكن أن تقود ما نسميه بالحراك الشعبي أو تشكل أملا يتعلق به الناس، حينما نلاحظ أنه خلال هذه الفترة تم تجفيف منابع العافية والقوة في المجتمع، فلا غرابة أن يفرز هذا الواقع
نماذج من التي رأيناها في الوقت الراهن. ولهذا قد نقول الأمر الذي يشكل لنا خلفية تسمح لنا بالقول بأن مرشحين من هذا الطراز هم تعبير حقيقي عن تركة ذلك النظام. لا نستطيع أن نقول أننا نحتكل إلى ثقافة ديمقراطية حقيقية، ولا نستطيع أن نقول أن لدينا الآن رصيد من العمل السياسي أو خلفية سياسية تسمح لنا بأن نعلق عليها ما نتطلع إليه من آمال، ولا نستطيع أن نقول أنه الحلم الذي نتطلع إليه قد تحقق بالفعل أو أنه على وشك التحقيق. ولكن غاية ما يمكن أن نقوله بتواضع شديد أننا نمضي على طريق نرجو أن يوصلنا في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف التي نتوخاها، وأن نتعامل مع كثير من الأوضاع بما فيهم المرشحون لرئاسة الجمهورية أنهم يناسبون هذه المرحلة، أنهم يعبرون عن بقايا النظام السابق أو البلد الذي لم يسترد عافيته فقط، ويصبح أملنا أكبر معلق على مرحلة تالية وجولة في الرئاسة قادمة يمكن أن يكون فيها الوضع أفضل وأكثر قبولا وأكثر استجابة للحلم الذي يتطلع إليه الناس. لا نستطيع أن نقول أنه غياب الثقافة الديمقراطية هو نهاية المطاف، لا، لأنه حينما تغيب الديمقراطية عن المجتمع لا ينبغي أن نتوقع للديمقراطية أن تكتمل صورتها أو تنضج بشكل كاف في ظل أول تجربة أو السنة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة بعد الثورة. ولكن نقول أننا نتقدم على هذا الطريق، ونأمل أن يعني تتسارع الخطى بحيث نستطيع بعد حين أن نطمئن إلى أن هذا الحلم الذي استعاده المجتمع بسبيله للتحقيق. غاية ما نستطيع أن نقوله أن حلمنا الذي كان مغيبا طوال العقود التي خلت أصبح الآن بين أيدينا نشكله ونمسك بأطرافه، ولكننا نصنعه خطوة خطوة مستثمرين الأجواء التي أو غياب الاستبداد وقسوة والنظام السابق، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع في التربة التي جرى تجريفها طوال السنوات التي خلت لا نستطيع أن نتجاهل هذه التربة، لأننا نعرف جميعا أن التربة الجافة أن الصحراء التي تفتقد فيها التربة إلى الري الذي يرطبها هذه الصحراء لا تنتج إلا الشوكة والصبار، وبعض الذي نراه الآن هو من نماذج الأشواك والصبار التي نمت في صحرائنا السياسية التي نسعى الآن أو نتمنى أن تستعيد عافيتها لكي تنتج النبت الذي نتطلع إليه. طبعا ونحن نتحدث عن أوضاعنا الراهنة لا نستطيع أن نتجاهل البعد الخارجي وحرص أطراف متعددة على إفشال الثورة أو وضع العقبات في طريقها، ولكن هذه لا أستطيع أن أعول كثيرا على هذا العامل، لكن أنا أذكره بسرعة من باب التنبيه إلى أن هناك عوامل متعددة أسهمت وتسهم أو في محاولة تعطيل المسيرة. ولكن أنبه إلى أن الوضع الداخلي هو الأساس، حتى ولو كان هناك من يسعى إلى إفشال مسيرة الثورة،
لا يعني لا نستطيع أن نحمله بكامل المسؤولية، لأن هناك إذا جاز التعبير أن هناك من يسعى إلى إفشال الثورة، ولكن هناك أيضا حالة من القابلية لعملية الفشل، حالة من الهشاشة، كأي جسم عليل إذا تمتع بالحصانة العافية الكافية فقد يجعله ذلك قادرا على مواجهة التحديات الضغوط التي تصادفه، وأي فيروسات أو أمراض تستطيع أنه عنده من المناعة ما يمكنه من مواجهة هذه الضغوط. أنا أذكر هنا بمقولة شائعة في عالم السياسة التي تقول أن كل نظام يفرز المعارضة التي يستحقها، بمعنى أن النظام القاسي يعلم الناس القسوة ويفتت من تماسك المجتمع ويضرب الحركة الوطنية ويجهض الحلم، أما النظام الديمقراطي فهو يعلم الناس التسامح ويعلم الناس احترام البعض والآخر والعمل المشترك من أجل النهوض بالمجتمع. أنا بأذكر في هذا الصدد أو أذكر بما كتبه السيد عبد الرحمن الكواكبي في أواخر القرن 19 عن طبائع الاستبداد، وهو له كلام جيد في هذا المجال، يتحدث فيه عن أنه الاستبداد له طبائعه التي تحدث انقلابا في قيم السائدة، وأنه كيف أن هذه الطبائع بتنعكس على الدين والعلم والمال والأخلاق والتربية والمجد والترقي. ومن التعبيرات التي من العبارات التي ألقله على لسانه أنه الاستبداد يسلم الناس إلى الانحطاط ويحول ميلهم الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل، بمعنى أنه يربي المجتمع على قيم لا أقول منحطة بالدقة، ولكن قيم لا تمكنه من النهوض واسترداد عافيته. ثم إذا اتفقنا على أن الاستبداد يحدث هذا الانقلاب في منظومة القيم السائدة، فهذا يدفعنا إلى أن نستخلص عبرة خلاصتها أن الاستبداد لا يدمر الحاضر فقط، ولكنه يشوه المستقبل أيضا. أنه يعني مثلا أنه إذا كان النظام المستبد يقهر المجتمع ويدمر عافية الإنسان ويلغي المؤسسات ويغلق أبواب النقابات ويضعف الأحزاب ولا يتيح فرصة لتقديم أي بدائل، كأنه يعمد إلى ليس فقط إلى تمكين الحاكم المستبد من أن يظل خيارا وحيدا أمام الناس، كأنه هو الشخص الوحيد الذي ينبغي أن يبقى ونظامه هو النظام الوحيد المؤهل للاستمرار. أما أي بدائل يعلق الناس عليها أملا، هذه البدائل تستأصل أولا بأول. وأظن حينما قال الرئيس السابق في مصر أنه باق طالما أنه يعني حتى آخر نفس، فكيف يؤمل الناس وكيف يتطلع الآخرون إلى بديل له إذا كان الرجل يتحدث بهذه اللغة وأن وراءه حزبا واحدا ونظاما واحدا وكهنة لا يتغيرون وفسادا متمكنا وسلطانا ثابتا وأمنا مستقرا وقاهرا للناس. أظن أنه من الطبيعي حين يسقط مثل هذا النظام فإنه لا يخلف بعده سوى كيانات، مجموعة من الأنقاض، تعد مجموعة من الأنقاض، وإلى حقول مليئة بالشوكي والصبار التي لا أحد يستطيع أن يؤمل فيها خيرا أو يعلق عليها أملا. ولهذا أنا أقول أنه الكثير من التشوهات الموجودة في واقعها الراهن
إذا دققنا فيها جيدا فسنجد أنها أن الثورات لم تنشئ هذه التشوهات، ولكنها جاءت كشفت عنها، هي كانت كاشفة وليست منشئة، وبالتالي فنحن نظلم ثوراتنا إذا حملناها بمسؤولية كل ما يجري، ولكن مع اعترافنا بأن هناك أخطاء وهناك تشوهات، لكننا في التحليل ينبغي أن نحمل الاستبداد الذي تمكن من هذا البلد وتمكن من غيره من أقطار أخرى لسنوات طويلة، لم تتح للبدائل الخيرة ولم تتح لعناصر العافية والقوة أن تتمكن وأن تنمو وتنضج بالشكل الذي يقرب الأمل ويحقق للناس ما يتمنونه من أحلام. كان يقال في أزمنة سابقة أن بعض السلاطين العثمانيين كانوا يعمدون إلى قتل كل طفل يولد في الأسرة ويرشح لأن يكون بديلا عنه، وأظن أننا نستطيع أن نسقط هذه الخلفية على واقعنا، لأنه الذي حدث أنه أن المستبدين الذين تحكموا في أقطارنا وفي بلادنا عمدوا إلى قتل كل البدائل التي يمكن أن ترشح وتعطي للناس أملا في المستقبل، وهذا هو الحاصل الذي يتهم الآن بأنه من إفرازات الثورات الحاصلة، ولكن هذه مسؤولية تتحمل إلى الأنظمة السابقة المستبدة التي أرادت أو تمسكت واتبعت سياسات التجريف والإفقار والإضعاف حتى يغدو الجسم عليلا ومشوها ولا يصبح قادرا على النهوض بالمستقبل. أنا لا أقول هذا الذي ينسحب على مصر وينسحب على ليبيا أيضا وعلى اليمن وغيرها من الدول التي وعلى سوريا أيضا، لا أقول هذا لكي أبرر وضعا ننتقده ونضيق به ونأمل في تغييره، ولكن أقوله للأمرين: أولا لكي نفهم هذه الظاهرة جذورها، وكي لا نظلم الثورات التي كانت حلما ونرجو أن نظل قابضين على هذا الحلم لكي نبني أو نعيد الخضرة والنماء إلى الصحراء السياسية أو إلى التصحير السياسي الذي عاشت في ظله أقطارنا، وهذا حلم ينبغي أن نسعى إليه ونتمسك به ونقبض عليه طول الوقت. صباح على خير.